وللحضور وجوابنا هو ان التحالف الحالي تحالف المرتكز على نداء النهضه ما عندوش اراده سياسيه مش يقدم في اتجاه تكريس الدستور. امبارح برك سمعت لا تو يناقشوا المحكمه الدستوريه قراراتها ملزمه ولا ماهيش ملزمه. تو المحكمه الدستوريه وقراراتها ماهيش ملزمه. ثم ايضا وفي علاقه بهذا اصلاح المنظومه القضائيه وقتاش؟ اصلاح المنظومه الامنيه وقتاش؟ اصلاح الاداره وقتاش؟ مواجهه الفساد المستشري وقتاش؟ هذا كله ما ثماش خطوات جديه في الاتجاه نتاع معالجه مختلف هذه القضايا. قبل ما ندخلوا محاوله اغتيال المؤتمر الوطني لمقاومه الارهاب. تعرفوا ان الجبهه الشعبيه كانت اول ما طرح هذه المساله. اول من نبه للظاهره الارهابيه ولخطورتها. الشهيد شكري بالعيد عشيه اغتياله دعا باسم الجبهه الى مؤتمر وطني لمقاومه الارهاب. والجبهه دعت بعد هذا الاغتيال الى مؤتمر وطني لمقاومه الارهاب. الحوار الوطني تبنى هذا الشعار وكان مفروض وقت حكومة السيد مهدي جمعة باش يتعمل المؤتمر قبل مارس 2014. وصارت أعمال إرهابية، صارت باردو، صارت سوسة. بعد سوسة قالوا أي هذا مش نعملوها المؤتمر هذا. وحددوا له تاريخ. شكون يناقش فيها المؤتمر هذا؟ الرباعي يناقش فيه، كان المسلم التعليم كان هو. ما بقاش استشارة. الجبهة حتى مجرد الاتصال شو رايكم لا. وكان مثل هذه القضية ماهيش قضية وطنية. تهم الناس كل وتهم القوى السياسية الكل وتهم القوى المدنية الكل. ما شاوروش. وبعد قرروا مش يأخروا. وبعد فاهم شكون قال أخي لازم منه. وبعد قال لا خرجوه المؤتمر الدولي. وبعد مسؤولي حركة النهضة كي نعملوا فيه نحن باش يحملونا مسؤوليات ويواجهوا اتهامات. وهنا مربط الفرس. ما ثماش اراده سياسيه باش تقع مقاومه الارهاب مقاومه جديه. لان الهدف من هذا المؤتمر الوطني لمقاومه الارهاب هو فهم اسبابه. هو فهم كيفاش جاء تونس وتطور في تونس. فهنا ظروف سياسيه. فهنا ظروف اجتماعية وتحديدا كيفاش وقت حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة تطورت هذه الظاهرة. هذا اللي ما تحبش حركة النهضة النقاش فيه. وهذا ما يحبوش تحمل المسؤولية فيه. ولذا تونس شريك ومتواطئ في ذلك. لأنه يحب يحافظ على التحالف هذا. وبالتالي الوعود اللي قدمها الكل قبل الانتخابات مشات صباح لا. قضية شكري والحاج الابراهيمي قضيتنا تاعنا نحن ظهرت ماهيش متاح. وين وصلت القضية؟ هكا بنشوف. ثماش إرادة سياسية